صباح الخير أعزائي المشاهدين من قناة سمراء الفضائية، معكم الشيف ياسر صمودي من مطعم باري المنصور. اليوم وجبتنا كمان طيبة، وأنا ما عودكم إلا الأكل الطيب. اليوم وجبتنا كفتة بالنعناع مع صوص الليمون. مكوناتها هي اللحمة طبعا معجونة، بنحط لها ملح ونعناع يابس، حصرا ما يابس وملح وفلفل، بالإضافة لعنا البطاطا، بطاطا ماس مقطعة جوليان مع الكرفس والبرمزان، ومعنا عنا الثوم، عنا الليمون الحامض والزبدة والزيت وملح وفلفل، وبتقدم قدام الرز أبيض. هي رح نبلش هلا. نحن أول شيء نقرص الكفتة، بنقرص الكفتة مثل شو اسمه دواء بكف اليد بهالشكل هذا، بهالشكل هذا من ساوي الكفتة براحة الإيد طبعا. أكلة طيبة كتير، أكلة طيبة كتير من اللحم العراقي التازة طبعا، بنصحكم بهالأكلة كتير طيبة. طيب سهلة ما بدها شيء يعني. هون عنا الماس طبعا مقطع جوليان مقلي من قلا، مع بعد ما ينقلها بنحط له جبنه برمزان او جبنه اشقوان حسب، ما في مشكله، مع الكرفس الناعم وملح فلفل شويه زعتر يابس. هلا قرصنا نحن اللحمه، نقلي اللحمه هلا اطلش زيت كمان، بنحط لها شوية زبدة، بدنا نبلش نحن يحمى الزيت شوي، بنحط اللحمة، بنقلي اللحمة وخلي المقلاية تكون تيفال عشان ما تلزق، تكون أفضل. اهلا وسهلا فيكم قناة سمراء الفضائية. اكلة طيبة كتير بالنعناع هي. بتقولوا لي ليش ما حطينا نعناع فريش؟ بنحط نعناع فريش، بس الافضل تحطوا نعناع يابس عشان ما يسود، اما النعناع اليابس افضل واطيب. ولا طبخة هي بنصحكم فيها، هي أكلة دسمة. أهلنا بالعراق هون بيحبوا اللحم. اهلا وسهلا فيكم من قناة سمراء الفضائية ومطعم باري المنصور. هلي عودناكم اكلات جديدة وطيبة. دوما انا بحط الزبدة والزيت، بأوقات الزبدة بتحترق، اما الزيت يعني سوية منيحة بتعطي نكهة للطبخ منيحة. طلعت ريحة طيبة زاكية كتير. فيك تحطوا لي اللحمة شوية جوز طيب مشان زنخة إذا بتروحها، زاوية شوية قرفة ناعمة طبعا. أنا ما حطيت، أنا هون حطيت ملح وفلفل ونعناع يابس.
ضلنا بنقلب عليهم نقلب حتى تستوي اللحمة يعني تحمر. فينا نغطيها شوي. كترة هي بتجيب تبع التقديم. شوف اللحمة. بهالمرحلة هي الرز عنا قدامنا الرز. طبعا الرز هون بنجيب الماس مع الكرفس طبعا مع البطاطا. هاي البطاطا وماء هون. فينا نضيف دغري الثوم. بنضيف الثوم. بعد ما نضيف الثوم بنضيف الليمون. بنضيف شوية ماجي أو ملح. ملح فلفل. كثير طبق رائع جدا طيب. طبقنا تقريبا جاهز. ونحط الصوص عليه. طبقنا جاهز. اهلا وسهلا فيكم من قناة سمراء الفضائية. كفتة بقراص النعناع مع صوص الليمون. اهلا وسهلا فيكم.